سجل رقم المعاملات المدعم لسنة 2020 بالقطب المينائي لطنجة المتوسط سجل نموا بنسبة 1% مقارنة مع سنة 2019، حيث انتقل من 2.38 مليار درهم إلى 2.42 مليار درهم. وأفاد بلاغ للسلطة المينائية لطنجة المتوسط أن الفصل الرابع من سنة 2020 بالقطب المينائي لطنجة المتوسط تميز بتسجيل نمو في أهم مؤشرات النشاط المينائي، موضحا أنه تمت معالجة 1.3 مليون حاوية من حجم 20 قدما، ما يعادل نموا ب 25% مقارنة مع الفصل الرابع من عام 2019. وأضافت السلطة المينائية لطنجة المتوسط أن الأداء المحقق في نشاط معالجة الحاويات مع متم عام 2020 يشكل حجم رواج لم يتم بلوغه أبدا من طرف موانئ حوض البحر الأبيض المتوسط، مبرزة أنه تم تجاوز عتبة 500 ألف حاوية معالجة في الشهر خلال 5 مرات سنة 2020.